التبني حالات هو من جانب أولا ديني ومن جانب الوطني ومن جانب العملي، تربينا على كذا وإحنا باقين فيه. تبني الناس ماشي هو الدعاء فقط، هو وسيلة باش تدفع ناس آخرين حتى وما يديروا بحالك أو حسن منك، ليس بالدعاء بتاتا، لكن فيه واحد التقرب من المواطن الذي هو محروم لولا تبنيته. ما يمكنناش نتبناو الناس كلهم، ولكن اللي كان فيه الحظ احنا كنتشرفوا اننا نتكلفوا به. لا انا ضد 100%، النهار اللي تقع لهم مشكل غادي يمشيو للسجن مباشره. استعمال الوسائل الطبيه في موقع غير طبي او بغير طبيب له عقاب طبقا للقانون اللي يقدر يؤديه للسجن. لا لا ما كنهضروش على الاطباء، لا كنهضروا على غير الاطباء. اما الاطباء لا، في الصالونات لما المغاربه ما كيديروش هذا الشيء، وحنا محافظين انه لغير الاطباء اقول لهم يبتعدوا من هذا الشيء لانه يقدر يسبب لهم مشاكل جناحيه. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.